الكثير يسأل هل هي أمريكي ولا صيني؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. وزي ما تشوفون اليوم تغطيتنا على الشفرلي كابتيفا 2024 فئة الـ LS، سيارة SUV من 7 مقاعد. السيارة هذه صراحة تستهدف الناس يبحثون عن شيء اقتصادي بعلامة أمريكية بالمختصر المفيد، يعني ما يقدر يشتري سوبربان، ما يقدر يشتري يوكن اكس ال، لكن حاب يركب شيء على علامة أمريكية وبسعر جدا رخيص. يعني مثلا السوبربان الواحد ممكن يجيب من هذه 5، وبنفس الفكرة 7 مقاعد أو مثلا 3 صفوف ليك 8 صفوف أو 8 مقاعد إلى آخره. يسعد يا أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، وخلونا اليوم نتكلم عن السيارة واتكلم عن المعلومات اللي أنا أعرفها وأعطيكم التفاصيل عن هذه السيارة. وبسم الله نشوف السيارة. أول شيء السعر 69,000 ريال شامل الضريبة، تأخذ سيارة شعارها أمريكي و7 مقاعد و SUV بالقيمة هذه و2024، فشيء مميز. شفرلي شركة عملاقة أمريكية تتبع لجنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات في أمريكا، عملاق V8 زمان طبعا، عملاق سيارات البيكاب SUV إلى آخره. جتنا الكابتيفا لكن جت من الصين وليست من أمريكا. السيارة هذه يا جماعة الخير بصراحة إذا حابت ناظرها على أنها أمريكية سعرها جدا بطل، حابت ناظرها على أنها صينية كذلك سعرها ينافس الصينيين نفسهم. فسيارة جميلة، لأنك يوم تشوف سيارة ب7 مقاعد 3 صفوف و69,000 ريال فشبه مستحيلة تلقى السيارة بالقيمة هذه. شفرلي زي ما قلنا شركة أمريكية، الكابتيفا تصنع بالصين بواسطة سايك، تعرفون سايك موتورز اللي عندهم MG ماكسوس، السيارة تصنع عندهم. وعلى فكرة السيارة تنزل بعدة علامات، يعني مو بس شفرلي حسب معلوماتي واللي أنا شفتها يعني. ناخذ جولة سريعة للسيارة من الخارج بعدين نتكلم عن المواصفات والمزايا. بالأول والأخير السيارة هذه بالمملكة العربية السعودية تنزل بشعار شفرلي، وكيله هو وكيل جنرال موتورز بالمملكة. هذه من الخلف صار عليها فيس ليفت، تحديثات خفيفة لطيفة على منتصف العمر نقدر نقول. ظهرت السيارة هذه أيام كورونا أذكر 2020، وصراحة دخلت بقوة بسبب سعرها ومواصفاتها. فأول شيء نبدأ بالمحرك، 1500 سي سي توربو، حدود 148 حصان تقريبا، 4 سلندر مع جير اوتوماتيك سي في تي دفع امامي. طبعا صراحه ممتازه كمحرك على حجمها الى اخره، بس الصرفيه تعتبر شويه عاليه، وانا بنزين 95 13.4 كيلو، تقييم ممتاز بنزين 95. مواصفاتها الخارجيه طبعا فيس ليفت، تحديثات على مقدمه السياره، شبك بتطعيمات كروم، إضاءات LED، نور عالي واطي هيلوجين، شعار شفرلي طبعا، ديكور كاميرا بس ما في كاميرا، هذه فئة الستاندر ما فيها كاميرا. هي تيجي فئتين، 3 فئات، LS LT بريمير اعتقد، وعند الفل كامل طبعا، وعند الجنط 18 215 على 55. فيها اشارات بالمراية، عندنا حناية عفش مساطر زيج باللون الرصاصي كذا اسفل الابواب، طبعا جناح خلفي، إضاءة خلفية جاية LED، ولاحظ الإشارات المتحركة حركة جميلة، 4 حساسات على الصدام الخلفي، فتحة شكمان واحدة، مساحة زجاج خلفية، إضاءة اللوحة جاية LED. على فكرة فيها حركة شوي كذا مميزة، إذا فتحت الشنطة اللمبات تنزل تحت عشان الأمان يعني. مساحة بسيطة جدا بعد ما نفتح الصف الثالث. الصف الثالث عندهم حاملات أكواب منفذ طاقة هنا، هذه وعندنا هنا إضاءة هذه. طبعا ما عندهم تكييف خلفي، هي سيارة يعني صراحة هي صغيرة، هي المفروض 5 مقاعد بس يعني عشان تخدم العوائل الصغيرة فجت على هذا الشيء. مفاتيح السيارة ريموت، أو مفتاح السيارة أساسي ريموت، بصور لكم هذا هو. طبعا هي داخل سويتش. المقاعد قماش، كرسي الساق والراكب بحركة يدوية، لكن كرسي الساق ينزل يطلع. نلاحظ أنها سايك مع جنرال موتورز، هي شراكة السيارة بين مصنع جنرال موتورز وسايك. الزجاج كهربائي سنتر لوك. هذه الصف الخلفي، فقط عندنا فتحة، أو عفوا هنا الصف الوسط،
فتحات اللي بالصف الوسطي فقط تابع المكيف وما في الا هنا بس تابع المكيف الامامي. منفذ طاقة فيها مثبت مقاد أطفال ناعم بدون تكاية. وهنا الصف الأخير مخصص الأطفال أكثر. طيب هذا الجلد على الأبواب. وين هذا الزر تنبيه الرباعي الفليشر؟ صراحة في شوية ازعاج. طيب الزجاج كهربائي سنتر لك. عندنا مراية كهربائية تحكم في المصدار الخارجية، هذا شغل التكييف على طول. هذا هو دركسون السيارة، تصميم شبه ثلاثي بس لو الفتحة هذه موجودة كان قلنا ثلاثي. مثبت سرعة موجود. هنا التحكم بعداد الرحلات، صرفية الوقود إلى آخره. في ثلاث لغات بس وشي بسم الله وين راحت؟ إيه إسباني وإنجليزي وعربي. أوامر صوتية بلوتوث إلى آخره. عصا الأنوار، عصا مساحات الزجاج، الطبلون تصميم ديجيتال. هنا عداد الرحلات تقدر تقلب اللغة العربية، تانك الوقود، الحرارة، السرعة، الـ RPM. مفتاح السيارة ريموت بعد شيء نصور لكم. السبير عادي هذا هو. طبعا جاي هنا الشاشة، شاشة كبيرة، فيس ليفت صار على المقدمة والمؤخرة بس وشكل الطبلون الداخلي. ايش في عندنا؟ طبعا تدعم بالكار بلاي اندرويد اوتو. نروح للهوم، هذه بالكار بلاي اندرويد اوتو. كاميرا خلفيه مساراتها متكيفه مع حركه المقود. زر تراكشن. طبعا هنا اختصارات تكييف النظام الصوتي. عندنا هنا منفذ طاقه ومنفذين يو اس بي، واحد للنظام الصوتي واحد طاقه. الجير اوتوماتيك بنظام السي في تي، وفي وضعيه المانوال تبديل بين سرعات الجير. حملات كوابد اثنين. هنا الهاند بريك، تكيه بالوسط، في مساحة تخزين، فيها جلد وفيها طراوة. المراية الداخلية طبعا عادية بس التعتيم نور السقف هيلوجين. تصدقون مو معقولة يعني، بس قدام هذا ورا كله ما في لمبات بالسقف. معقولة انا مو بشايف شيء يعني مثلا؟ بس هنا بس. يلا كويس ان الناس معهم جوالات يشغلون فلاش، ده كان ورطة. طيب عندنا هنا شماس الساق بدون مراية، شماس الراكب فيها مراية لكن بدون إنارة. هذه أبرز المواصفات. لاحظوا الجلد اللي على الطبلون، الثلج الأمامي 2024. الآن نتكلم عن الأمن والسلامة. في فرامل بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك الساق والراكب، وعدد 5 حزيمات أمان. طيب ايش موقع السيارة هذه كسيارة امريكية؟ اذا انت نازل من يوكن ونازل من اكسبيديشن على بالك انه نفس الشيء، لا وقف غلط. لكن الحين اغلب الشركات بدت يكون لها، او من زمان يكون عندها مصانع، او يعني تعتبر خطة جديدة. صح انها من زمان موجودة بس يعني العالم سيارات جديدة، يكون عندهم بديل. في شركات صغيرة قاعدة تدخل وتاخذ السوق عليهم، فليش هم ما يخلون عندهم سيارات اقتصادية؟ انت بشفرلي وحاب نكهة الشفرلي الحقيقي، تدفع بالتاهو، بتدفع بالسلفرادو، بتدفع السيارات هذه، ادفع شو اسمه هذا ترافيرس، ادفع في 150-170 ألف. قول له انا محدود، انا ما معي الا 90 ألف او 100 ألف، اروح اخذ صيني بديل، اروح اخذ كوري بديل. تعال عندنا حتى مثلا حتى هذه السيارة أرخص من الكوري، أرخص من الكوري. من هم منافسين الكوريين؟ قول مثلا كيا كارينز تقريبا من المنافسين، هذه أرخص منها بكثير، 7 مقاعد. بتقول لي والله الصينيين، الصينيين ما يعني، شوف الذكاء اللي عندهم، خلوها بالصين مع شركة سايك اللي هي ام جي وماكسوس، عندهم عدة براندات هي صنعتها لهم السيارة، جابوا لك سعر. حتى السعر انك ما تقدر تقول والله صيني، حتى لو هي صيني، حتى تقول والله لو علامتها صيني، 69 ألف ريال، تعطيك 7 مقاعد حتى لو هي صيني. بس كذلك اللي يخدمك علامة جنرال موتورز، فهذه من الموثوقية اللي هم يفكرون فيها انه اوه احنا اللي يخدمها جنرال موتورز، وناس تحب هذا الشيء، فناس عندها برستيج. انا ابغى شفرلي بغض النظر، انا بالنسبة لي شعار شفرلي هذا اهم شيء. يعني لو تجيب لي تاهو عليه علامة الشركة الفلانية وهو مصنوع عند شفرلي بس عليه علامة شركة ثانية يابانية، أنا ما أبغى. أنا عندي، ففي ناس كذا عندها برستيج إنها تحب الأمريكي وخلاص. فهذه السيارة مصنعة لهم، وجه لهم. كذلك
مصنع الناس تبغى شيء داخل المدينة اقتصادي نوعا ما حول فلوسها ويخدمهم بسعر كويس ويحافظون عليها. فهذه من الخيارات اللي أمامهم. طبعا بصراحة أنا أشوفها مناسبة أكثر للسيدات أمانة، مع أنه في أنا أشوف أباء يشترونها، لكن أشوفها مناسبة للسيدات بحكم أن مشاويرهم داخل المدينة وخفيفة ولطيفة، فتمشي معاهم 7 مقاعد ومواصفاتها تلبي، يعني شاشة كاميرا حساسات موجود فيها. بالأول الأخير، قبل شرائك شفرلي كابتيفا ولا قبل شرائك كادلك سكاليد، استخير الله. أي سيارة بتشتريها استخير الله، اسأل المستخدمين، اعرف القيمة اللي معاك، اعرف الأشياء اللي تحتاجها. مثلا والله أنا عجبني سعرها ب 69 بروح أشتريها، بس أنت فعلا مو محتاج الصف الأخير، ما لا تفكر بالسيارة هذه، شوف لك خيار ثاني. أنا صراحة لا، أنا فعلا محتاج، أنا ما معي إلا 70,000 مثلا وأبغى سيارة 3 صفوف وأبغاها داخل المدينة وتشيل عيالي، هذه من ضمن الخيارات اللي أمامك. متابعيني الكرام، ما ودي أطول عليكم، بالأول الأخير الإنسان قبل ما يشتري أنا ما أقول لك أضربك على يدك خذ هذه السيارة، ما تأخذ غيرها، لا هذه أطلق سيارة في التاريخ، واو الأمريكان كلهم، لا لا ما أقول لك، أنا هذه أنا صورت لك مواصفاتها، أعطيتك الأمن والسلامة اللي فيها، إن إرباقين بس مثلا، شاشة كاميرا حساسات، والبلاول الأخير أنت صاحب القرار. أنا أبغى بالأول الأخير أبغاك تشوف أنت سيارة مثلا عبد الرحمن راجعها، الله يعطيك العافية، تدعي لي شريتها ما شريتها شيء يخصك، والله يكتب لكم الخير. بالأول الأخير حتى أنا يجيب السيارة أحاول أن سعرها يكون جدا متميز، ليش؟ لا بترزق الله، بالأول الأخير أنا بترزق الله، لكن هذا لا يعني والله بترزق الله أني أسلخ الإنسان بمليون ريال أحطها في مخباتي، لا مكسب بسيط. سيارة مثل بروح بياخذها من عند غيري مثلا، لا والله بنافس أحاول أخذها من عندي، أعطيه سعر كويس، أقدم له المواصفات بشكل مختصر ومفيد. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.